السلام عليكم، اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده على قناه سيلفي سبورت. مني انا حميد كيالي، بتجيكم كل يوم خميس دائما. هاي الحلقه ما راح تكون عن تقديم مباريات الجوله. السبب مثل ما بتعرفوا انه في توقف دولي وتجمع للمنتخبات وبطوله اوروبا واكثر من تصفيات، فلذلك قررنا بهي الحلقه نحكي على برشلونه، نقيم موسم رونالد كومان مع برشلونه من بدايته لحد الان، نجاوب على السؤال الكتير كبير اللي عم ينطرح بوسائل الإعلام حاليا، هل يستحق رونالد كومان البقاء للموسم القادم والإيمان بمشروعه ولا لا؟ بس قبل ما ندخل بهي التفاصيل كلها لازم نرجع للبداية لحتى نقدر نقيم الرجل بطريقة صحيحة وبطريقة علمية مبنية على الأرقام. كيف إجا رونالد كومان على برشلونة؟ كيف شاف شكل الفريق؟ وهلأ كيف برشلونة شكله بعد مرور تقريبا 3 أرباع الموسم؟ في كثير أشياء تغيرت. خلينا نبدأ من المرحلة الأولى لما جاء بالصيف. هاي المرحلة اللي لازم الإنسان يسميها مرحلة الحطام. الفريق كان محطم رسميا على كافة الأصعدة. أول شيء لازم نعطي حقه للرجل هون، لأنه غامر بمسيرته التدريبية بشكل عام ليقبل يجي يدرب برشلونة بهاي الظروف. يعني الرجل كان عايش حالة ذهبية مع منتخب هولندا، مطلعه للبيك تبعه، عامل كومبينيشن ممتازة جدا، لاعبين على أعلى مستوى بنفسه على كل البطولات اللي عم بيشاركوا فيها. فهو ما له مضطر كان يجي على برشلونة. الشيء الوحيد اللي جابه هو حبه لبرشلونة، ومثل ما صرح هو إنه صعب تقول لبرشلونة 3 مرات لا، كان سبق وقال مرتين لا، فكان مضطر إنه يقول بالثالثة إيه، لأنه حس إنه هي هي اللحظة بسبب حبه لهذا الفريق اللي لازم يروح. وبرشلونة فعلا كان محتاج رجل بخبرته بحنكته يطالعه من الظروف اللي كان عم بيمر فيها لظروف أحسن. فلما راح كومان على برشلونة هذا الفريق كان محطم بالثمانية تبعت بايرن ميونخ، خروجه بالموسم الصفري، وطبعا اجا كتير شغلات بعد هيك، كان أهمها رحيل سواريز، خروج فيدال وراكيتيتش وسميدو، والفاكس تبع ميسي اللي خرب الدنيا ببرشلونة وبالصحافة العالمية وكان حديث كل الناس لفترة طويلة كتير. بعد يعني قبل الوصول للمحكمة ميسي قرر البقاء مرغما وليس حبا انه كان يستمر لموسم جديد. بعد هيك كان في حملة التوقيعات للإطاحة بإدارة بارتوميو، يعني كان في كتير شغلات، يعني ما في أي شخص بيقدر يدير أي مشروع رياضي بهي الظروف المحيطة فيه، لأنه أنت قائدك بالنهاية ما بتعرفه إذا رح يبقى ولا رح يمشي. إدارة كرئيس نادي ما عندك يساعدك يوقف جنبك ويقدم لك متطلباتك. الفريق رياضيا منهك ومتعب وعنده مشاكل كتيرة، وكان برجع بكرر الثمانية تبعت البايرن يعني مزلة لعشاق البرشا بتلك الفترة. فما في شيء لا على المستوى الرياضي لا على المستوى المالي، كان في أكثر من مليار ديون، ما في شيء ببشر بالخير يعني. لكن الرجل جاء بسبب حبه لبرشلونة وبدي يشتغل على هذا المشروع ويحاول يطوره ستيب باي ستيب. بس بالأدوات اللي كانت عنده كان المنطق أنه ياخد وقت لحتى يمشي مشروعه، لحتى نشوف شوية أسس لقاله يعني. فكمان واحدة من الشغلات اللي زادت الطين بلة كانت خسارة الكلاسيكو. الفريق ما كان عم يقدم مباريات جميلة أبدا، كلنا كنا عم ننتقد كومان بتبديلاته بتدخلاته للمباراة ورؤيته يعني لسير دقائق المباراة. كنا نحن كمحللين عم نشوف انه في اخطاء فادحة باختيار التشكيلة، حتى بالبدلاء اللي عم بينزلوا، بالتوقيت، بطريقة سحب كل المدافعين واللاعبين مهاجمين في اخر 10 دقائق وربع ساعة كان محاولة منه ليسجل هدف. كان في اشياء بتحسسك انه وينه رونالد كومان الخبير، رونالد كومان الهادئ، رونالد كومان اللي عنده نظرة ثاقبة جدا، اللي طلع منتخب هولندا بحالة مثيلة يعني بعد ما كان كمان محطم منتخب هولندا لافضل لحظة له يعني. لكن الجواب جاء بعد فترة يعني، بعد ما شاف انه الاربعة ثلاثة ثلاثة ما رح تعطي اي نتيجة، بعد ما حاول يبدل كتير اسماء ويبدل كتير مراكز لعل وعسى انه بنفس التشكيلة وبنفس الخطة اللي بيحبها برشلونة يقدر يصلح ما افسده العطار، لكن اكتشف انه ما بيقدر. فالخطوة الاولى اللي بدي فيها مرحلة التغيير واللي هي المرحلة الثانية كانت تغيير خطة اللعب من الاربعة ثلاثة ثلاثة للثلاثة خمسة اثنين بالبداية، ثم تطويرها للثلاثة اربعة اثنين واحد اللي نحن عم نشوفها هلا. مرحلة التطوير هاي او تحويل الخطة ولما بدلش يحط يعني بتحس شيء على ارض الواقع صرنا نشوفه، الفريق تحسنت نتائجه كتير. الفريق اول شيء بطل يستقبل اهداف كتيرة، لكن بالبداية بال352 ما كان عم بيقدر يسجل عدد اهداف كبير، فكان عم ينتصر 1-0 2-1. الفريق شكله منيح على ارض الملعب، لكن مع الصغار ومع الكبار كان واضح انه ما عم بيقدر يخلق وما عم بيقدر يشوف حاله على ارض الملعب مرتاح مثل برشلونة اللي نحن بنعرفه.
فكان التغيير الثاني اللي هو 3-4-2-1 يعطي مساحات لديمبلي ويوظف غريزمان بأفضل طريقة. غريزمان اللي إذا بتطلع على كل أرقام برشلونة فرديا، أنا بحكي individually كلاعبين، بتشوفه دائما من التوب 3 بكل شيء. اللاعب تاني أكتر واحد ببرشلونة خلق فرص بعد ليونيل ميسي، 14 فرصة بالموسم. اللاعب صاحب تاني أعلى نسبة تسديد على المرمى بعد ليونيل ميسي، تسديدة 0.4 بالمباراة الوحدة. فدائما بتشوفه هو اللاعب اللي بيكون أرقامه عالية جدا ببرشلونة. توظيف ألبا وديست الخرافي جدا بال 3-4-2-1 عطاهم مساحات كتير كبيرة بالأمام ليعبروا عن نفسهم بشكل هجومي، وما كان عم بيخاف كتير لأنه الفريق كان دائما في عنده 3 قلوب دفاع وفي قدامهم بوسكيتس، فكان دائما عم بيحاول يسيطر على المنطقة اللي كان عم ينضرب منه برشلونة عددا واللي هي خلف لاعبين الوسط. التغيير اللي عمله كمان بال 3-4-2-1 انه هو فرغ بوسكيتس ليفكر للأمام أكثر ما يفكر للخلف، فبوسكيتس بآخر شهرين صار أكثر لاعب ببرشلونة بمرر كرات طولية 3 تمريرات بالمباراة الواحدة، بينما إذا اطلعت قبل ما تتغير الخطة لل 3-4-2-1 لما كان يلعب بال 4-3-3 بوسكيتس ما كان عنده ولا تمريرة طولية بالمباراة الأفريج تبعه. فهذا التغيير الكبير، الخروج بالكرة كان واحد من التغييرات المهمة جدا، أعطى هي المهمة لديونغ فخفف كتير عملية الأخطاء وافتكاك الكرة بمناطق خطيرة ببرشلونة، سلموا هي المهمة. فلذلك صرنا نشوف انه في دائما مدافعين على يمينه وعلى يساره امامهم بوسكيتس وبدري، فديونغ لما يجي يطلع الكرة كان دائما عنده مساحات وعنده خيارات تمرير عديدة، على عكس لما كان يلعب 4-3-3 كان دائما خط وسط الخصم يقدر يضغط على ديونغ وبوسكيتس، فبالتالي يعطل عملية خروج الكرة ببرشلونة بسلاسة وبالطريقة اللي هو بيحبه فيها. عطى ميسي مساحة كبيرة بأرض الملعب يتحرك على راحته، لما بيهجم برشلونة من على ديست وقلبه غريزمان بيتحول للاعب وسط ثالث وبيعطي المساحة كلها لجريز لديمبلي بالإضافة لقلبه وديست، وميسي هو الرجل الخفي اللي عم بيحرك كل الأشياء الموسيقية الحلوة الجميلة ببرشلونة بالوقت الحالي. المرحلة الثالثة هي مرحلة الإيمان بالشباب، هي مرحلة كانت كتير مهمة وكان عم يفتقد برشلونة بالسنوات الماضية مع فالفيردي ولا حتى مع السيتين، لأنه كان دائما في أسماء معينة هي اللي عم تلعب وهي اللي عم بتأدي بغض النظر إذا هي الأسماء بتستاهل تلعب ولا ما بتستاهل، جاهزة أو غير جاهزة. فشفنا مريبة عم بياخد أكتر من فرصة بالفترة الماضية، بدري هاي الجوهرة اللي الناس بدها تتقارن بتشافي وبإنيستا لأنه اللاعب بتحس أنه عنده مستقبل عظيم مع برشلونة رغم صغر سنه، هذا اللاعب اللي بيتحمل المسؤولية بياخد أدوار عديدة على أرض الملعب، بتحسه دائما صاحب المكان الخفي ما بتقدر تعرف بالضبط هو وين، ولكن دائما بكل هجمة لبرشلونة أو بكل هدف لبرشلونة بيكون له تأثير معين بهاي الهجمة أو بهذا الهدف، إما بلمسة إما بالصناعة وإما حتى بتمركز صحيح قدر يفضي مساحة ويفرغ مساحة للاعب تاني قدر يستغله وسجل هذا الهدف أو عطى التمريرة الأخيرة لتسجيل الهدف. هاي كانت المرحلة الثالثة، والمرحلة الرابعة والأخيرة كانت إعادة الشخصية والرغبة والروح لبرشلونة، وهدول الثلاث أشياء افتقدهم برشلونة الموسم الماضي وبالمواسم اللي قبلها، لكن الذروة تبعيتهم كانت الموسم الماضي. ولنعرف كيف رجعت الروح والرغبة والشخصية للفريق في 4 مباريات أكدت لنا هدول الأشياء إنه هي ما لها صدفة أو مباراة واحدة وعدد، من مباراة غرناطة والريمونتادا بالدقائق الأخيرة لمباراة العودة أمام إشبيليا بكأس الملك لمباراة باريس سان جيرمان بالإياب خارج أرضه وبعد ما كان خسران نتيجة كبيرة بالذهاب، والمباراة الأخيرة أمام ريال سوسيداد بالسان سيباستيان. هدول المباريات الأربعة استمرارية، واحدة كانت عم تكمل الثانية وعم بتكمل كل النقط اللي حكينا فيهن هلأ. فهو انتقل من مرحلة الحطام إلى مرحلة الشخصية مرورا بمرحلة تحويل شكل الفريق على أرض الملعب والإيمان بالشباب، وبالنهاية المرحلة الأخيرة خلانا نرجع مرة تانية نشوف ميسي سعيد. ولما يكون ميسي سعيد في برشلونة تقترن معه سعادته بالنتائج بالأداء بالأرقام، كل شيء بتحول لإيجابي ببرشلونة. هاي الأمور اللي عملها كومان اقترنت لحسن حظ برشلونة وعشاق برشلونة بعودة لابورتا لرئاسة برشلونة، هذا الرئيس اللي معه تحققت كتير من النجاحات الرياضية بفترته الأولى، اللي هو واحد من الناس اللي أكيد ميسي بيتمنى أنه هو يرجع يقود برشلونة مرة تانية بمشروعه التاني بفترته التانية لفترة ذهبية أخرى. فهذا المشروع، هاي السعادة، هذا الرئيس المفروض أنه كلهم يكونوا خلف رونالد كومان الموسم الماضي منطقيا، أو الموسم القادم عفوا منطقيا،
نحو حلم انه الفريق يرجع لمنصات التتويج. الفريق عنده فرصة حتى هذا الموسم، بالدوري فرصته كبيرة، بكأس الملك فرصته كبيرة جدا، ممكن يطلع بلقب، ممكن يطلع بلقبين، لكن الموسم القادم مع رونالد كومان مع شوية تدعيمات الفريق ممكن إذا ضل ملفوف حول نفسه يروح على بطولات ونرجع نشوفه عم بيتألق بالقارة الأوروبية العجوز. أنا بوجهة نظري أن رونالد كومان هو الرجل المناسب في المكان المناسب ولازم يبقى بصراحة لسنوات، لأنه إذا في فضل لحدا باللي صار لبرشلونة هو أكيد بيرجع لرونالد كومان حاليا. لهون حلقتي بتوصل للنهاية، حطوا لي بالكومنتات إذا أنتم برأيكم رونالد كومان هو الشخص المناسب لقيادة برشلونة الموسم القادم ولا لا. بشوفكم بحلقات قادمة إن شاء الله. لا تنسوا تتابعوني على حساباتي الشخصية، حميد كيالي على يوتيوب، مقالات حميد كيالي على فيسبوك، وحميد كيالي على إنستغرام. بشوفكم الأسبوع القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.